هل يجوز تشبيك الأيدي في خطبة الجمعة؟ لا، اللي ينتظر الصلاة أو في أثناء الصلاة ما يشبك بينها، حتى لو جاي للصلاة، لو جاي من بيته للصلاة ما يشبك بين أصابعه في الطريق، ولا إذا جلس ينتظر الصلاة، ولا في أثناء الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة فلا مانع من تشبيك الأصابع.